في كل مكان. هكذا لازلنا متواصلين معكم لتواصل هذه الانطلاقات المسائية وهذه التحديات المميزة ضمن هذا المهرجان الختامي الكبير، مهرجان يوم القوين 17 الذي يأتي بنسخته 17 هنا في هذا الميدان المميز، ميدان الشعب، ميدان اللبسة بإمارة أم القوين في دار آل المعلى الكرام، لتتواصل التحديات والمنافسات في هذا المهرجان الجميل في ثاني أيامه مع سن اللقاية. على بركة الله وحفظه وتوفيقه انطلق الشوط 16 المخصص لفئة الجعدان، اللقاية المحليات الأصايل، هجن أبناء القبائل، هجن أبناء الخليج الذين حضروا من شتى ميادين دول مجلس التعاون الخليجي ليحضرون هذا العرس الخليجي الكبير، هذا الكرنفال وهذا المهرجان الذي يأتي في هذا الانطلاق المميز والتحديات المميزة. 5 كيلومترات تتراقص فيها هذه الشعارات، تتراقص فيها هذه الأسماء، الكل باحث عن الناموس، الكل باحث عن الانتصار. نتمنى التوفيق للجميع، نسير معكم سويا إلى المراكز الأولى المتقدمة لنتابع هذا الكم الهائل من الأسماء الحاضرة. أبدأ مع المركز الأول، أول المنطلقين، أول المندفعين، أول المحاربين الحاضرين في هذا الشوط المثير، البداية والصدارة والمركز الأول. هذا هو النشمي يتقدم بالمركز الأول، يتقدم النشمي بالمركز الأول مع بداية الأداء الكبير في بداية هذا المسار. محمد بن سالم بن فاضل الاكتبي يقدم النشمي على المركز الأول. المركز الثاني الشهم عمر بن معبد بن هويد الاكتبي حاضرا في المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، القادم هو مخيف لمحمد بن مطر بن سعيد بن حاذا الاكتبي قادم في المركز الثالث. نقلتنا إلى المركز الرابع، المركز الرابع شايق لمحمد بن سهير رع العوية العامري قادم في المركز الرابع. والمركز الخامس الواصل هو صريح لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقدم لنا صريح في المركز الخامس. المركز السادس من وصله هو الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي يقدم لنا الشميمي في المركز السادس. هذه النتيجة للستة المراكز الأولى التي أذعناها على حضراتكم، نقلناها على مسامعكم بنداؤنا الأول، بنداؤنا الأول الذي تجولنا من خلاله مع الأسماء الحاضرة، مع الأسماء المنطلقة الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار. أعود بكم إلى المقدمة، إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول، إلى النشمي. النشمي بالمركز الأول محمد بن سالم بن فاضل الاكتبي، ولكن القادم الحاضر بالأداء الكبير الشهم عمر بن معبد بن هويد الاكتبي يقدم لنا الشهم. المركز الثاني، المركز الثالث مخيف، يا مخيف يتقدم مخيف، ويتقدم محمد بن مطر بن سعيد بن حاذا، بينما الانضمام الوصول من شايق لمحمد بن سهيل رع العوية العامري قادم. المركز الخامس ومن غير إلى المركز الرابع وانتقل إلى المركز الثالث الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي. المركز السادس هذا هو أدعج راشد بن صغير بن قنون بن إرادة قادم إلى التحدي قادم، بينما التدخل ايضا من مرموق عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي قادم. هكذا هي الاسماء الاولى المتقدمه، ولكن العوده الى دائره الصراع، الى دائره المنافسه. الله الله
أين سيغادر الناموس؟ أين سيغادر الفوز؟ يا ترى أين سيغادر الناموس مع هذه الأسماء؟ مع هذه الأسماء العودة إلى التغيير الذي طرى وجرى بالمركز الأول. هذا هو الشهم، الشهم لعمر بن معبد بن هويدن الابتبي، يقدم لنا الشهم المركز الأول. إن سألتم عن الموقع، وصلنا 1500 متر، 1500 متر، عاد من جديد، عاد من جديد. هذا هو النشمي لمحمد بن سالم بن فاضل الاكتبي، يقدم لنا النشمي المركز الثاني. من الجانب الآخر التحديات المميزة في ثاني المراكز، هذا هو القادم أيضا، هذا هو الشميمي عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي، يتقدم مع الشميمي، يغير في هذه اللحظات المركز الثالث. وصل في هذه اللحظات مرموق عبد الله بن سعيد بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي. المركز الرابع أدعج راشد بن صغير بن قنون بن يرادة، وصل المركز الرابع. المركز الخامس الواصل هو الريف لمحمد بن سعيد بن سالم العمري، بدأت الأسماء تتقدم إلى التحدي. الوصول أيضا القدوم من مجمل حسين بن محمد بن علي الوهيبي، يا مرحبا بهذا الاسم، يا مرحبا بمجمل. الله 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 الله، اشتدت المنافسة، اشتدت المنافسة، بدأت التحدي، بدأت الإثارة، بدأت. ولكن الشميمي، الشميمي على المركز الأول، عبد الله بن راشد بن خليفة الأغفلي بن عنتر، بن عنتر يتقدم من الجانب الأيمن، يقدم هذا الأداء الكبير. الله الله، الوصول أيضا، الوصول من النشمي محمد بن سالم بن فاضل، ودكتور، دكتور الأصايل هنا، الدكتور أيضا الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري قادم، يقدم لنا أيضا البرنس، البرنس قادم. ولكن العودة إلى الصدارة، إلى الشميمي، إلى الشميمي. عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي غادر مع الشميمي بالمركز الأول، ها هو يغادر، ها هو يطير في سماء اللبسة بالمركز الأول. ولكن الله، يا سلام يا سلام يا سلام، الحذر الحذر، مظفر من غلام بن موسى البلوشي، من وين جيت من وين؟ هذا هو الحذر، مظفر من غلام بن موسى البلوشي. الله 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 الله، على هذا الدخول القوي، على هذا الوصول المثير. المركز الثاني، سلام أيضا لأهالي الرحبة، سلام على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني هنا مشاهدين الأعزاء، سنتابع أيضا معكم المراكز أيضا هنا من خلال الإعادة. إذن تهانينا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حظات الوصول، هكذا كان التغيير، هكذا كانت القوة، هكذا كانت الإثارة. الحذر أتى في الأمتار الأخيرة طائرا ليحلق في الناموس، ليحلق فيها في سماء اللبسة، لينطلق بالناموس والانتصار. ستهانينا وناموس لأهالي الرحبة على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار. هانينا أيضا وتهنية خاصة لغلام بن موسى بن أحمد البلوشي الداعم الرئيسي لهذا الشعار. هاي لحظات الإعادة، 7:35، 54 جزءا من الثانية، توقيت الحذر، مظفر من غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. وسلام لأهل الرحبة، سلام على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. المركز الثاني كان الشميمي لعبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي ب7:37.50 من الثانية، توقيت الشميمي لعبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي. تهانينا لك على هذا الإنجاز والأداء الجميل. بينما من حل في المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، ثلاث المراكز هنا مشاهدينا الكرام، كان الأداء أيضا من مرموق 7:39، 18 جزءا من الثانية، توقيت مرموق لعبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي. المركز الرابع أتانا البرنس للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري بأداء جميل. والمركز الخامس، المركز الخامس مشاهدين الأعزاء، كان مجمل حسين بن محمد بن علي الوهيبي، من أتى في المركز الخامس بالأداء الجميل. هكذا كانت النتيجة، تهانينا وناموس لكل الفائزين.